السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد نتمنى إن شاء الله يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وعوشركم بروكة شهر شعبان الحمد لله هو دخل حنا في السيمانه الاولى ديالو ما سيدنا رمضان الايام في الحقيقه دغيا تدوز دغيا كطير حنا كما كتقول الوالده عمرنا اللي كيدوز مي الحمد لله كاين شي توجد لرمضان كاين شي المهم ان شاء الله الا كتب انا نقدر نتقاسم معكم واحد لا فيديو زعما شنو شريت شنو زعما شنو كنوجد لشهر رمضان الى اخره المهم ايه الفيديو اللي بغيت نتقاسم معكم اليوم الحقيقه جاتني الفكره من مورا من واحد السيده من العائله تكلمت معها مؤخرا كانت قالت لي غادي تهبط للمغرب في الصيف غادي تمشي للمغرب في الصيف لان شحال هديما مشات هي وليداتها وعادي بان صافي راه شرات لي بيي راه لان نورمالمون حنا في هاد الوقيته بارتيغ دو ديسمبر جانفي، فيفري كنحاولوا ناخذوا لي بيي كي زعما كيكونوا شويه رخاص كاين عاود اللي كيتسنى حتى لشهر مارس لان الاغلبيه ديال ديال, ديال لي فونكسيون يعني الاغلبيه ديال المهن في لا فونكسيون بوبليك لي دو بروميير سيمين ديال مارس هي فاش كان فاش كنختاروا العطله ديالنا ديال الصيف ولكن كاين اللي ما عندوش مشكل في الاختيار ديال العطله راه كيحاول يشري لي بي ديالو بكري دونك هاد السيده من لا فامي هضرت انا وياها قلت لها بون وشريتي لي بي ولا قالت لي نو قالت لي راه فغيمو لي بي غاليين علاش جبت لكم هذا الموضوع لان في الحقيقه هذا مشكل كبير كنعيشو حنايا يعني كمهاجرين وسورتو سورتو فاش فاش كيكون خاصنا كمهاجرين تيخصنا نشدو الطياره لان هنا كيما عرفتوا اللي... لو كونتينون اميريكان كو سوا كندا ولا لي زيتازوني الولايات المتحده الامريكيه باش ندخلوا للبلاد يعني نمشيو كو سوا لافريك ولا لوروب تيخصنا نشدوا الطياره من مورا كورونا لهنا الثمن ديال اللي ولا ما تصوروش كيفاش ولا يعني يعني ما تصوروا لكمش حتى دماغكم بشحال داير الثمن ديال التذاكر وسورتو سورتو احنا كعائلات كنبغيو نهبطوا في الصيف مع وليداتنا بون مع رجالنا بيان سور لان الصيف هو فاش كتكون كاع العائله كلشي شاد العطله يعني مثلا انا غادي نهبط مثلا نبغي ولادي يشوفوا عمامهم عماتهم خالاتهم خوالهم لا ميم شوز عاوتاني بالنسبه مثلا لاي واحد عنده وليدات الا و تيبغي في الصيف يهبط كانت شحال هادي كنا كنقولوا وي الصيف شويه كيكون البي غالي مي دابا العام كامل البي فريمون غالي بزاف وكي غادي نديرو ضروري غادي يخصك تهبط حي الرحيم وليدات خصهم يشوفوا العائله ديالهم آه والمشكل عاود الكبير سيكون. في هذا الشيء سي كو ما يمكنناش في شي في شي بيريود اخرى من غير الصيف كاينه بيريود اخرى وهي راس العام راس العام هي حتى هي فاش كيكونوا الوليدات شادين غير جوج سيمانات مثلا ولكن الصيف هو فين كيكونوا شهرين جالسين دونك الصيف هو نيت هو زعما لا بيريود اللي الواحد خاصو يهبط مع وليداتو وفاش كنقول انا مع وليداتو سورتو اللي كيقراو في الابتدائي والثانوي الابتدائي والثانوي هما اللي زعما ما, ما كيساليو حتى للتالي ديال جوان لو 24 جوان هي فاش السنه الدراسيه كتسالي ولكن اللي كانوا عنده وليداتو مثلا في السلك الاول ديال الجامعه اللي كنسميو حنا هنايا السجب ولا في الجامعه هذوك تيساليو لو 25 ماي دونك نقدروا نقولوا لو 25 ما غادي يساو نقدروا نقولوا غادي يهبطوا شويه ديك الوقيته كيكون لي بي شويه رخيص مي دابا سي توت لاني يعني يعني الناس انا عرفتهم مشاو في هذه الوقيته مثلا ديال ديال البرد مثلا ولا في الخريف ولا لي بي راه قطعوا ب 1300 1400 وهادشي الشيء كله كيادي ان حنا كمهاجرين مثلا الواحد مزير وخاصو يهبط يشوف لا فامي ديالو سورتو الوالدين كيضطر على انه يخدم مثلا لا دو كريدي وي لا دو كريدي كتعاون باش كتخلص فاش كتجيك الفاكتوره مثلا كتخلصها ولكن كاينين اللي مثلا ربع سنين ولا خمس سنين ما هبطش كاع شاف العائله ديالو تيقول بون لي بيي غاليين كيستعمل لا دو كريدي لا دو كريدي فغيمون نت الواحد صعيب انه يخلصها فاش كتجي لا فاكتور دونك تيبدا كيخلص غير شويه يقدر كاع تستغرق تس يعني تستغرق ديك لا كارت دو كريدي حتى العام باش يخلصها وحنا عارفين بان ما الاغلبيه حنايا كا ك هنا هنايا في كندا ولا في لي ما تنقدروش نهبطوا كل عام يعني الواحد راه كيجلس عامين ثلاث سنين عاد كيهبط يعني كي غادي يديروا دابا حتى مع لي غاليين راه زعما مشكل كبير يعني الهدف من هذا الفيديو وهو الناس اللي مثلا كيستعملوا لي كارت دو كريدي راه يقدروا يغرقوا بهذيك لا كارت دو كريدي بداو يخلصوا يخلصوا يعني الديونات عليهم وكاين شي مره الواحد كيتزير كي على انه ما تيقدرش يخلص وكيتزادوا لي زانتيغي على ديك لا كارت دونك ولا وكي دي كارت دو كريدي دي دوسي ديال ديال لو كريدي لان فاش كيكون عندك فاش مثلا كدير لا كريدي وكتكون كتخلصها دائما مزيان يعني ما كتخليهاش تشارجا عليك بزاف كيكون عندك لو دوسي دو كريدي ديالك مزيان باش اللي بغى يشري مثلا اون اوتو اللي بغى يشري مثلا الدار كيكون عنده ان بون دوسي دو كريدي كاينين الناس اللي مثلا ما قدروش يخلصوا هادوك لي كارت ويعني ديك لا كارت صافي مشاتلو كيكون عنده ان موفي دوسي فاش كيبغي يشري الدار ولا يشري الطوموبيل كيتلقى ل... فاش كيديروا ل... ل... لونكيت على الدوسي ديالو كيكون الدوسي ديالو مثلا لان ما خلصش لا كارت دو كريدي ولا ما تيخلصش كاع فاش كيجي الوقت انه يخلص ما تيخلصاش دونك تيدير تيولي الملف ديالو خايب زياده تنعاود على هادي حنا ما عرضتش واش فلاكولتور ديالنا ولا يعني فاش كتبغي تهبط يعني كتقول خاصني نهبط لي كادو كاين عاود لي مثلا كيقول لك انا ما غادي نهبط حتى شي حاجه انا ديجا فاش غادي نهبط انا راه باش نشوف العائله هذاك راه سي كادو للعائله آه نقدروا نقولوا الناس اللي كيفكروا هكا على انهم غادي يشريو دي كادو بلا ما العائله تطلب لهم واخا نقدروا نقولوا هذه شويه يقدر يهبط يقدر ما يهبطش ولكن المشكله الكبيره وهي فاش كتكون العائله لهي يعني في البلاد ديالنا مثلا كاس ولا المغرب ولا فرنسا ولا الجزائر ولا تونس كتكون العائله هي اللي كطلب منك مثلا الام تقول لك لي هذه وجيب هذه الاخ يقول لك جيب هذه وجيب هذه ودي فوا مثلا لا مارك تيقول لك لا بغيت لي سولي لا مارك الفلانيه مثلا الاخت تقول لك بغيت الساك لا مارك الفلانيه يعني بحال لي حنا مثلا هنايا كتقول واش غادي نقول لهم لا واش يعني كتزيد تزير على ان ديجا لي بي غاليين وكتعاود تزير بدوك لي كادو كاين عاوتاني لي العائله ما كتبلوش ولكن هما تيقول لك لا خصني نشري شي حاجه ماركه زوينه ولا يعني كيتزيرو كي يعني ما عرفتش فين غادي بينا الشيء احنا احنا عارفين بان الحياه غلات على كل شيء ولكن سورتو ك ك يعني غير يحاولوا العائلات ديالنا مثلا فاش كنمشيو عندهم يحاولوا يقدروا يقدروا هذاك المجهود كان لأننا اللي كنديروا على اننا اللي بي راه كنشريوهم غاليين باش نهبطوا نحيوا الرحيم ونشوفوا وليداتنا يعرفوا التقاليد ديالنا يعرفوا يتعرفوا على لي كوزان لي كوزين ديالهم يشوفوا بلادهم لان كما كان الحال واخا نقدروا دابا انا مثلا عندي اكثر من 15 عام وانا هنايا في كيبيك ولكن كنبقى مغربيه مغربيه وبلادي بالاصول ديالي بلا كولتور ديالي وكنتسمى هنايا غير مهاجره الى كندا يعني واخا وي شوي كنديان ولكن راني عمري ما ننسى بان مغربيه دونك كاين هاد لو جو هذا ديال وي اللي غادي يقول لك غادي نشري غير لي بي وغادي يهبط والعائله تما مساكن كيفرحوا ويديروا كاين كاع هما اللي كيقول كي لك غادي نسارك على قد على قد المستطاع ما كنقولكش انا العائلات كلهم ميسر عليهم الله الهي على انهم غادي يساريوك وهما يشريوا لك ولكن اوموا غير ما تطلبوش منا يعني حنا كايميغرون جيب لي هادي جيب لي هادي لان راه الحقيقه اللي ما عرفناش وهو بنادم باش غادي يهبط لذاك البلد ديالو وسورتو حتى المغرب لان هادشي كنهضر لكم انا عن تجربه وزعما كاع الناس اللي كنعرف الاغلبيه فاش كيكونوا هابطين راه عرفتي راه تيتزيرو وكان انا كنهضر سورتو على لي فامي وما حتى واحد سليباطير ديالو ولا مثلا المرا وليداتها كبار غادي تهبط في القتال اللي مثلا ماشي وقت ما غاديش تهبط مع وليداتها هذيك ابا انا كنهضر على لي فامي اللي عندهم وليداتهم تصورو ان كوبل عنده ثلاثه ديال الوليدات ثلاثه ديال الوليدات والبي وصل 1800 دولار يعني شحال غادي يخلص يعني غير اللي بي راه خاصو راه تقدر توصل له حتى ل 10000 دولار غير ديال اللي بي بريسك 10000 دولار دونك باش غادي يدي دوك الوليدات باش غادي يساليهم تما باش غادي مثلا غادي الا كانوا مشاو مثلا بغاو يكري يخرجوا وليدات وخصهم باش غادي يكريو الدار باش غادي المهم اش غادي نقول لكم راه فغيم راه راه مشكل كبير وما يمكنش عاوتاني الواحد ما يمشيش قبل انا عقله فاش ما كانتش الحياه زعما لا لا في كانت غلات بحال هكا كنا نديرو عامين ثلاث سنين نهبطوا دابا راه كاين اللي غادي يجلس حتى خمس سنين سبع سنين وكاين كاع اللي لو كوبل غادي يضطروا على ان مثلا المراه تمشي هي والوليد صغير مثلا في الوقيته ديال ديال مثلا ما عرفتش انا تمشي مثلا هاد العام والعام اللي من مورا يمشي تاني الراجل مع مع بنته ولا ولده ما عارف الوغ كو سي با فيزابل يعني الاغلبيه ديال الاباء تيبغيو يمشيو مجموعين مع وليداتهم وهذه هي زعما لا لوجيك ما كاينش غادي هذا غادي يمشي دابا ولا اخر غادي يمشي دابا ولا اخر وباش عاود نشوفوا لان كاين اللي, اللي كيبقاو يحضيو هذوك لي سبيسيو وي من, 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 راسي وجبت انا كنتسنى فوقاش غادي يكون البي شويه ناقص واخا غادي نعرف بان هاد الوقيته البي ناقص ولكن كيعطيونا شي شي دي ديدات اللي خاصك تمشي فهاد الوقيته وترجع فهاد الوقيته سكي امبوسيبل وكاين عاود اللي ما غاديش نعرفوا بان واش غادي تكون عندنا العطله في الساعه ولا لا يعني كاين بوكو دو كريتير اللي كيدخلوا كي دونك اش غادي نقول لك الله يحسن العوان لينا والله يحصل العوان لاي واحد سورتو سورتو اللي عنده الوليدات صغار وخاصو زعما وخا ومده هذه ما شاف يعني كي غادي يديروا يعني في في في, في المهم خلاصه القول وهو الواحد الناس مثلا لي فامي اللي عاد جاو وغادي يبغيو مثلا أبخي واحد دو ولا تلت ولا تخوا زون باش يهبطوا يشوفوا العائله غير ردوا البال لي كارت دو كريدي راه راه كتغرق مولاها يعني حاولوا تردوا البال وكاين اللي تبارك الله غادي يقول لك غادي ندخر دابا تلت سنين غادي نمشي للبلاد وغنبقى نحط بشوي بشوي نبقى تنجمع ومالغري سا كل عام واخا الواحد كاع يجمع راه شي مره تيبانو شي ظروف ولا ولا كي كيضطر الواحد انه يستعمل هذوك الفلوس دونك الله يحصل العوان لينا كمهاجرين لان في حقيقه هذا الموضوع شويه زعما اش غادي نقول لكم زعما كيبقى فيك الحال لان كتقول كي غادي ندير وانا هاجرت باش شويه غادي نحس الوضعيه وغادي ندير ولكن في نفس الوقت ما يمكن ما نهبطش كاع للبلاد ونحيي الرحيم ونشوف الوالدين سخطو الوالدين وليداتي سخطو هادشي اللي كنقول لكم انا على الوليدات باش ضروري خاصهم يعرفوا البلاد واخا يكونوا قاعد زادوا هنا البلاد ديال لي بارون ديالهم الاصل ديالهم التقاليد الى اخره دونك جيسبر وقيل الميساج يكون وصل لكم ان شاء الله نعطيكم عاود موعد فيديو اخرى ان شاء الله شي موضوع اخر عاود ان شاء الله باذن الله ونختم كما دائما بالله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته